بعد ما سمعنا حدوتة ماما سماح جه بقى وقت الالعاب اللي على الترابيزه. احب افكركم زي ما بقول لكم كل مره ان كل الالعاب اللي بنلعبها على الترابيزه دي تقدروا تلعبوها عندكم في البيت، لانها حاجات بسيطه جدا جدا جدا. يعني احنا نفسنا اللي بنين مثلا المتاهه بتاعتنا دي بنفسنا بالميكانو زي ما انتم شايفين. طيب هنعمل ايه بقى؟ كل فريق عنده كوبايه وعندنا بلالين، هننفخ البالونه. لما بننفخ البالونه بيبقى جواه ايه؟ هوا. هوا. الهوا ده بقى هنبتدي نحرك بيه الكوبايه، بحيث ان الكوبايه تبقى بتيجي من هنا وتقوم خارجه عند الفريق التاني والعكس صحيح. هنشوف مين اللي هيوصل الاول. جاهزين؟ اوكي. لعبتي اللعبه دي قبل كده؟ اه. فين؟ مع خالتي. دي خالتك جميله قوي. وانت لعبت اللعبه دي قبل كده؟ طب ماشي، تعالوا نجرب بقى مع بعض ونشوف مين هيوصل الاول. كل واحده بقى ايه، كل واحد فيكم ياخد بالونته، بالونه واحده. يلا نجهز كده وناخد اماكننا، او تعالوا دي عشان ما اتضايقكوش، ناخد اماكننا. جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي. استنوا. ها جو. يا جو. ايوه. لا ما هي ده ينفع يا راجل ده. برافو 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 رودينا، برافو رودينا، برافو رودينا، برافو. اه من الاول، هنرجع تاني من الاول. معلش هنرجع تاني من الاول، ده معناه ان احنا لازم نستخدم الهواء بشكل ابسط. رودينا طبعا باين انها لعبتها قبل كده. برافو رودينا، برافو رودينا، برافو رودينا. اه رودينا دخلت اول حته، اول مكان. بتعمل ايه؟ ما تمسكهاش بايديك. يلا برافو، دخلنا اول بوكس. رودينا قربت تخش على التاني. برافو برافو ريان، بيحاول جامد. برافو ريان. ريان ورودينا الاثنين، مين هيعدي ويخش بسرعه؟ استنى انا اعدلها، انا اعدلها من الامانه. يلا يلا برافو. انت المفروض بقى تعدلها هنا وانت تعدي الناحيه الثانيه. برافو والله العظيم يا ريان، الاثنين واقفين في نفس الحته. مين هيعدي من الثاني؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. اوه رودينا، رودينا زقيته. برافو يا رودينا، برافو يا رودينا، برافو جدا يا ريان. ريان دخل، ريان دخل، ريان دخل البوكس الاخير. يا ترى مين هيطلع الاول؟ اوه رودينا كمان دخلت. انا هعدلها. برافو. ها وانا كمان هعدلها هنا. برافو. مين هيطلع بسرعه؟ رودينا هتطلع ولا ايه؟ ولا ايه؟ واو رودينا طلعت. لا نايس جيم يا اولاد. برافو برافو برافو. طب يلا بينا نخش على اللعبه اللي بعدها، وتحدي جديد على نفس الترابيزه. جينا بقى للعبه الثانيه على الترابيزه، ومعانا الاستاذ ادم والاستاذ نور. بس قبل ما ابتدي اللعبه احب اسالكم كام سؤال كده. انتوا الصغيرين في العيله بتاعتكم صح؟ مين بقى اكتر حد بيساعدكم عندكم في العيله؟ ماما. ماما؟ وانت يا نور؟ ماما. ماما برضو؟ اختك مش اختك ولا اخوك؟ ايوه بدك. اختي بتساعدني. اختك بتساعدك، بس ماما بتساعدك اكتر. هما الاثنين بصراحه. طب مين لما انت تبقى زعلان بتروح تتكلم معاه اكتر؟ ماما. ماما برضو. وانت وانا سبحان الله. ماما برضو. اوكي. طب انتوا اصلا بتيجوا لما تيجوا تلعبوا بتشيروا الحاجات مع اخواتكم، ولا كل واحد بيقول لا دي لعبتي ودي لعبتي ودي مش بتاعتك والكلام ده؟ لا بنشيل، ما نشيل مع بعض. بتشيروا مع بعض؟ اه. بجد؟ اكيد؟ ماشي. انا هصدقكم، انا هصدقكم ان انتوا بتعملوا كده فعلا، واتمنى ان انتوا فعلا تبقوا بتعملوا كده، وكل بيتفرجوا علينا في التلفزيون يبقوا بيعملوا كده، وان اللي عندهم اخواتي يبقوا بيلعبوا مع بعض من غير اي خناق او اي حاجه بقى ليها علاقه بان دي لعبتي مش لعبتك ومش لعبتي ومن الحاجات دي، صح؟ طيب ايه رايكم اشرح لكم هنعمل ايه دلوقتي؟ لعبه سهله ولذيذه خالص. حضرتك الفريق الاصفر وحضرتك الفريق الاحمر، كل واحد عنده كوبايه زرقاء تحت. اول ما اقول ريدي ستادي جو، مهمتكم ان انتوا تحطوا كوبايه 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 كوبايه، يعني اللي هيخم ياخد بالي. انا ابتدي من اول كوبايه كوبايه تحت لحد ما الزرقاء دي بدل ما هي تبقى اخر واحده تبقى اول واحده. اوكي؟ اوكي. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين جامد يعني؟ اه جاهزين قوي يعني؟ طب يلا ريدي ستادي جو. ماشي برافو. الله على الدقه والتركيز. ادم تأني رهيب، نور تأني برضو رهيب، وتركيز رهيب. برافو يا نور والله. برافو يا ادم. الاثنين ماشيين في نفس بنفس السرعه، الاثنين ماشيين بنفس السرعه. بس ادم اهو قرب، ونور والله بيقرب، بس ايديه الصغننه مش مساعداه. خلاص يا ناس ماشي. ايوه نور، واحده واحده يا نور. انا عارفاك، انا واحده واحده. برافو. ادم مركز جدا، ثبات انفعالي رهيب، هدوء
هدوء هدوء وشكله هيوصل وهو هادي كده. برافو. ونور برضو مركز جامد جدا. ما تبصش عليه، بص قدامك. مين يا ترى هيوصل الاول؟ انا مش عارفه لان الاثنين تقريبا ماشيين بنفس السرعه ونفس الدقه كمان. برافو برافو يا نور. كوبايات تقلت عليه. ادم مركز هادي. انت دايما بتبقى هادي كده يا ادم؟ ايوه بجد. وانت دايما هادي كده يا نور؟ ايوه. دي بقى انا مش مصدقاها بس يلا هعديها. يلا انا قدام صورتين. ايوه انا بحاول الخبطكم بقى. فاضل كام كوبايه؟ فاضل يا نهار ابيض. الحقوا 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 تحت دي. برافو. الحقوا. والله فاضل والله فاضل كوبايتين. ادم فاضل له كوبايتين ونور فاضل له. ادم هو اللي لسه ما كسبش ولا حاجه. ها كسب ادم. كان فاضل له واحده. كوبايتين اتنين بس عند الاستاذ نور بس. برافو جدا 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 على الدقه والتركيز في اللعبه دي. تيجي نخش على اللعبه اللي بعدها؟ اوكي يلا بينا على اللعبه اللي بعدها. يا معاد بقى الفقره اللي كلنا بنحبها واللعبه اللي كبار وصغيرين بيحبوا يلعبوها الا وهي البازل. احنا مسهلين عليكم شويه الحقيقه وعاملين لكم نص البازل وفي جزء كبير او اجزاء كبيره يعني مش موجوده. فانتوا عليكم ان انتوا طبعا هدي كل واحد ايه ناحيته كده البازل بتاعته. طبعا الصور اهي. اول ما اقول رادي ستيدي جو هتبتدوا تكملوا البازل بناء على الصوره. ماشي. نشوف بقى مين اللي هيكمل بسرعه وهيبقى الفريق الاسرع. انتوا بقى يعني بما اننا حددنا ان انتوا هتلعبوا مع بعض، هل حددتوا ازاي هتلعبوا كتيم؟ اكيد. اكيد. قولي يا نور بقى الخطه بتاعتك كده. هو الخطه اللي هي ان احنا نكسب. لا ان احنا ان انا اشوف من هنا واديله وتديله هو اللي يحط. اوكي. وانتوا خطتكم ايه؟ احنا الاثنين هنساعد بعض. انتوا الاثنين هتساعدوا بعض؟ دايما بتساعدوا بعض. ها منشوف بقى التعاون هنا ما بين الاسرتين دول هيبقى عامل ازاي ومين اللي هيخلص اسرع. جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي جو. طب انا بعد شويه. الله. لا ممكن هي تحطها يعني. ماشي. في تركيز رهيب. في تركيز رهيب. برافو والله. برافو. دي فين؟ هنا حطينا قطعه. حطيناش ولا قطعه هنا. في هنا تعاون رهيب. وهنا برضو تفكير عميق. دي مش هنا. دي مش هنا. تشاورات. رودينا بتشاور مع ان الوقت مش في صالحنا ومش و... الله يا رودينا. برافو. وهنا برضو في تشاور وتعاون. جميل. احنا النمرة مخلص. انتوا بتفكر انتوا لسه بتتشاوروا. يا ادم اوعى. ايه؟ لا. ايه مش مفروض هنا؟ الله الله. هنا قربوا يخلصوا. شكل نور وريان هيعملوا شغل عادي. انتوا لسه هنا عطلانين خالص. هي انا خدت بقى مع بعض وايه؟ يا نهار ابيض. فاضل هنا ثلاث قطع بس يا ولاد. ودي ودي ودي. فاضل هنا فاضل هنا قطعتين. الله على التعاون. الله. شكل نور وريان هيعملوها. شكلهم هيعملوها عشان هم معاهم فاضل قطعة واحدة واتحطت في مكانها. شيلوا ايديكوا. شيلوا ايديكوا. برافو. كده نور وريان اللي عملوا البازل بسرعة وبيقع من على الكرسي. تعالوا نشوف اللعبة اللي بعدها على طول. برضو احنا لسه على الترابيزة. معاد اخر لعبه بقى معانا النهارده على الترابيزه الحلوه دي. لغايه دلوقتي رودينا وريان بيتعادلوا في حاجات كتيره قوي. صح؟ صح. تفتكروا هتتعادلوا هنا برضو؟ اه. رودينا مش ما نفسهاش، نفسها تكسب انا عارفه. بس يعني ماشي هما نشوف بقى مين هيكسب. زي ما انتم شايفين كده قدام كل واحد فيكم الكلينكس قدامه كده او بكره المناديل. والمفروض ان انتم تسحبوا بكره المناديل بالراحه جدا وهي عليها كوبايه الميه دي. من غير ما الميه تتدلدق ولا البكرة المناديل تتقطع. هي مش سهله قوي بس محتاجه تركيز ودقه وفي نفس الوقت سرعه بسيطه. جاهزين؟ جاهزين. بجد؟ اه. شوف مين اللي هيكسب فيكوا، مين هيختم الجزء الاول معاكوا. يلا بينا؟ يلا بينا. ريدي ستادي
الله على التركيز، مش ممكن على التركيز بتاع رودينا. ايه ده ايه ده؟ جو. يا قلبي على الكوبايات. رودينا بالراحه، الميه ما ينفعش الميه لو اتدلقت هتخسري، هتخسر يا ريان لو الميه اتدلقت. بالراحه، الله على الدقه. ايه ده ايه ده ايه الدقه دي يا اخواتي؟ ديان خسر. طب تعالوا نشوف رودينا هتكمل لحد امتى. معلش معلش، في ميه تانيه شكلها حالا هتخسر عشان يتعادلوا. ها خسروا وتعادلوا، ورودينا طبعا مش مصدقه نفسها من المفاجاه. بكده نبقى وصلنا لغايه نهايه الجزء الاول من رحلتنا، بس عندنا جزء تاني ورحله لسه مكمله مع الاسرتين اللي معانا النهارده. كان النهارده معانا الاستاذه رودينا واخوها الاستاذ ادم، والاستاذ ريان واخوه الاستاذ ناير الشهير بنور، وباباهم ومامتهم. استنونا بكره في نفس الميعاد مع العاب تانيه وتحديات تانيه وحواديت تانيه، وباي باي.